بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المشايخ الأجلاء، الشيخ أبو شوقي كبيرنا، الأب إلي العزيز، المشايخ إخواني في المجلس المذهبي، السادة الكرام، لقاء أبناء الجبل، أستاذ صبحي رئيس البلدية، أستاذ سمير رئيس بلدية الورهنية، والأخوة جميعا، السيدات والسادة، أهلنا الأحباء في بريح. نزور بريح وفي القلب نبض محبة، وفي الفكر ذكريات لا تمحى عن هذه البلدة الطيبة، البلدة المحبة التي تعاونت وأهلها في لقاء التضامن الروحي، فوجدتهم نخبة من الأحبة والأخوة والأصدقاء الذين تعالوا على الجراح واجتمعوا على الإلفة، على الكلمة الطيبة، على الرسالة الواحدة الموحدة. واليوم إذ نلتقي في بريح في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب الفصح المجيد، أبواب القيامة كما تقولون، على مقربة من عيد الفطر السعيد، فإنما هي رسالة أيضاً، رسالة تجمعنا على الخير، تجمعنا على الحقيقة مهما تعددت مظاهرها. الحقيقة واحدة وإن لبست ثياباً مختلفة، إنما الحقيقة واحدة تجمعنا، كل على دينه، كل على إيمانه، ولكن الله واحد والإنسان واحد. في بريح نتعلم الكثير، لذلك أقول تحية إلى بريح، بلدة التضامن الروحي، بلدة المحبة والأخوة، بلدة التعالي على الجراح، بلدة التلاقي والانفتاح، بريح المصالحة، بريح العيش معاً، والنموذج، النموذج الشاهد على وحدة الجبل وعلى غنى التنوع واحترام الدين والشراكة الوطنية والاجتماعية. ومن بريح، من بريح تحية إلى الشوف من أقصاه إلى أقصاه، وإلى الجبل بكل قممه الراسخة وأرزه الشامخ وجنائنه الرائعة. أحييكم من موقع مشخة العقل، كما حييتكم دائماً من موقعي في العرفان وفي مواقع الثقافة والحوار. لقد حملنا بقناعة وثقة رسالة المحبة المسيحية والأخوة التوحيدية الإنسانية منذ أن انخرطنا في مهمة الحوار والتلاقي الروحي والوطني، فرسمنا رؤية الموحدين الدروز في إطار الحوار الإسلامي المسيحي، رسمناها كتاباً، كما تشاركنا في رسم الرؤية الدينية والوطنية والإنسانية العامة لتكون عنوان لبنان، عنوان لبنان الرسالة. وها نحن اليوم نتابع حمل الرسالة في مشيخة العقل وعلى مستوى الرئاسات الروحية، كل الرؤسات الروحية. وربما رأيتموني منذ أيام عند صاحب الغبطة البطريرك الراعي، كما التقيت مع أصحاب السماحة، ونلتقي دائماً مع أصحاب الغبطة لنؤكد على دور الرئاسات الروحية، على دورها في الجمع، على دورها في نشر الكلمة الطيبة، على دورها في بث الروح الإيجابية وخلق المناخ الإيجابي في هذا البلد، لعل السياسيين يقتدون ويستفيدون من هذه الروح الإيجابية. هذا ما قلته لصاحب الغبطة، وهذا ما قلته لأصحاب السماحة، أن وظيفتنا
أن مهمتنا، أن رسالتنا كرئاسات روحية، كعلماء، كمرجعيات دين، رسالتنا هي خلق هذه الروح الإيجابية، أن نستفيد من روح المحبة والأخوة والرحمة في أدياننا لننشرها في هذا الوطن، لا أن نؤجج الصراع وأن نؤجج الخلاف كما يفعل البعض. إن وظيفتنا هي أن نؤكد بأن الدين يجمع ولا يفرق، وأن روح الأديان واحدة، إذ هي سبيل لتحقيق إنسانية الإنسان، وليست الأديان غاية بحد ذاتها، وأن التضامن الروحي سبيل لتحقيق السلام في العالم، والسلام يبدأ من داخل الإنسان وليس من خارجه، من داخل كل عائلة روحية، ومن داخل الأوطان، ومن رحم التنوع. الأديان تتلاقى على القيم المشتركة، والقيم واحدة وهي كثيرة وغنية. الأديان لم تتناقض في تعاليمها ورسالتها القيمية، لكنها اختلفت في تفسيرها اللاهوتي وفي طقوسها، أما القيم فهي هي، والفضائل الإنسانية واحدة، وهي سبيل لارتقاء الإنسان من أي عائلة روحية كان وفي أي مجتمع. أما العيش المشترك أو العيش الواحد أو العيش معا، فهو ثمرة هذا الفهم وهذا الحوار وهذه التربية على القيم وعلى الفضائل. مهما واجهتنا التحديات والصعوبات والتجاذبات السياسية المحلية والإقليمية والعالمية، فإننا ثابتون في شراكتنا، في مصالحتنا، في تمسكنا بثوابتنا الروحية والوطنية والاجتماعية، حريصون مع كل استحقاق ومنعطف أن نواجه التطرف بالاعتدال، والتعصب بالانفتاح، ومحاولات الهيمنة على قرار الجبل بالثبات، والإصرار على حفظ الأمانة الوطنية، والتجدر في الأرض والتاريخ، والتطلع إلى المستقبل بعين الأمل والرجاء وبإرادة النهوض والتقدم. فما كان الجبل إلا قلب لبنان كما قلتم، منذ أن استوطن أجدادنا في رحابه وعمروه حجراً حجراً ومدماكاً مدماكاً، ليكون صمام الأمان للبنان الرسالة، وواحة المحبة في محيطه العربي، وصلة الوصل اللاحم بين الشرق والغرب. وفي هذه القصيدة التي كنا نسمعها منذ قليل، قلت ما قلته عن الجبل عندما خاطبت سيادة المدران، فقلت له: نأتيك من وطن، نأتيك من جبل، هو الفؤاد إذا ما طاب أو نزف، إن صح نبضا وعيشا صح موطننا، وإن هوينا هوى لبناننا أسفا. لبنان لن يهوي بعونه تعالى ما دمنا موحدين، ما دمنا متماسكين، ما دمنا حريصين على هذه الرسالة. رجاؤنا ونداؤنا ورسالتنا لكم ولكل أبناء الجبل أن نحافظ على لبنان، على الجبل، قلباً نابضاً بالمحبة والأخوة، ليكون دائماً قلب لبنان السليم، وليكون وجهه السمح وجبينه العالي الذي لا ينحني إلا للحق. نحن لسنا ممن ينكؤون الجراح، وما كنا يوماً ناكئي الجراح، ولسنا ممن ينبشون القبور، لكننا نحن دائماً ممن يطمرون الأحقاد ويدفنون الضغائن. هذه هي رسالتنا، هذا هو نداؤنا، هذا هو دورنا. مهما كانت عباداتنا
قوية، ومهما كان هناك التزام في طقوسنا وفي حركتنا الدينية في كنائسنا في جوامعنا في خلواتنا، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي إطلاقاً إذا لم نحب بعضنا بعضاً، إذا لم نحمل الرسالة رسالة المحبة التي قال بها السيد المسيح عليه السلام، رسالة الأخوة التوحيدية التي نطق بها التوحيد وأكد عليها، أكد على حفظ الناس والأهل والإخوان، وهي فريضة، وهي يجب أن تكون ليست فقط فريضة بل أن تكون طبيعة في ذواتنا، طبيعة المحبة، طبيعة الرحمة، طبيعة الصدق، طبيعة الأخوة، أن تكون في داخلنا، أن نتربى عليها. وهذه الطبيعة تبدأ منذ الطفولة في عائلاتنا، أن نربي على هذه المحبة، على هذه الأخوة، لا أن نربي على الحقد، ولا أن نربي على الضغينة وعلى الكراهية وعلى العنف وعلى المواجهة السلبية، بل نواجه إيجابياً. أين تحاور؟ أين تحاور من أجل الخير العام؟ هكذا تبنى المجتمعات، هكذا تبنى الأوطان، بهذا الحوار، بهذا الحوار الراقي، هكذا يرتقي الإنسان. الإنسان مهمته في هذه الحياة أن يحقق إنسانيته في الله، أن يكون صورة ومثالا للخالق تعالى كما نقول في المسيحية، أن يكون خير مستخلف في هذه الأرض كما نقول في الإسلام، أن يكون انعكاسا لتجلي الله فيه كما نقول في التوحيد. فكيف يمكن أن يكون ذلك إذا لم نكن على مستوى من الرقي الإنساني، الرقي الإنساني الذي يجب أن نخطوه خطوة خطوة، وأن نتقدم في إطاره يوما بعد يوم. والأمير السيد التنوخي قدس الله سره يقول: من لم يكن يومه أفضل من أمسه وإلا فليعز نفسه. هذه هي الرسالة، هذا هو عنوان الارتقاء، والتوحيد هو سبيل الارتقاء، أن يكون الإنسان غده أفضل من أمسه ومن يومه، لا أن يتراجع. فنحن تقدمنا في المصالحة، تقدمنا في التضامن الروحي، هل يليق بنا أن نتراجع إلى الوراء؟ أبداً لا يليق بنا ذلك، بل يجب أن نعمل على تثبيت هذه المصالحة، على تثبيت هذا اللقاء، هذا التضامن الروحي، هذا العيش معاً، نثبته بالعمل اليومي، نثبته باللقاءات الدائمة، نثبته بالمناسبات الدينية المباركة كمناسبة الفصح ومناسبة رمضان والفطر والأضحى غداً قريباً، نثبته بهذه المحبة، بهذا التلاقي. هذه هي رسالتنا كمرجعيات، كرئاسات روحية في موقعنا الرسمي، وكمشايخ، مشايخنا الأجلاء، وكآباء ومطارن وأساقفة، هذه هي رسالتنا المشتركة، رسالة واحدة. أنا أسعى، وغبطة البطريرك يشد على يدي دائماً، أين أصبحت القمة الروحية؟ أنا أسعى إلى لقاءات روحية، وهو يضع هذا الأمر على عاتقي، وأنا أتواصل مع جميع الرئاسات الروحية لكي نلتقي في لقاءات روحية دائمة وفي قمة روحية إذا ما تيسر الأمر، لأن هذا يعطي انعكاساً إيجابياً للمجتمع. اللقاءات ليست مجرد صورة، اللقاءات لها مضمون، المضمون يؤكد على هذه الحقيقة الواحدة، الحقيقة الروحية والحقيقة الوطنية، أن لبنان هو بلد التنوع، ولبنان لا يبنى إلا على أيدينا جميعاً. بما أن يعني وقت قدش فيه للإفطار بعد؟ بعد في 10 دقائق. أنا عندما كنت في بريح بدنا ناخذ بعد شوية وقت حتى يجي وقت الإفطار تيضيفونا. عندما كنت في بريح في العام ربما 2014، في 2014 يا أستاذ صبحي، ربما 14 16 ربما، قلت قصيدة بعنوان الرحمة،
سأختصر منها أبيات قليلة. فقلت، لأن هذه قصيدة بريح، هذه حق شرعي لبريح هذه القصيدة، قلت آنذاك: يا رحمة الله، لو يرقى بك البشر لقاوموا الظلم أحرارا وما أشروا. مراحم الله إن عدت فلا كتب تحوي ولا ألسن تروي ولا سير، مهما تعدون لا تحصون غايته، والعقل يعجز والإدراك ينحسر. لو يرحم الناس باسم الدين بعضهم لحققوا غاية الأديان وانتصروا. من يرحم الناس يرحم، تلك قاعدة، وربنا العدل من ألطافه القدر. وقلت أيضا: آت إليكم وفي التوحيد نبض صفا، يقول إنا وإياكم لخلان، إن تفرح الدير فبعقلين ضاحكة، وعبيه إن فرحت فالكل فرحان. أو كرم الشيخ مترانا فلا عجب، فكم يكرم شيخ العقل متران. لولا اختلفنا وجوها لا خلاف، فكم يحلو ويزدان بالألوان بستان. مهما تعددت الأحوال نحن لها في عيشنا الواحد المصداق أعوان. هذه منابعنا، هذا تنوعنا، لبنان يجمعنا والكل إخوان. شكرا لكم، أشكركم على هذا اللقاء، أشكر أهلي في بريح، أشكر مشايخنا الأجلاء في المجالس والخلوات التي زرناها، أشكر السيدات والحضور جميعا. فلتبقى دائما، فلتبقى بريح عنوانا للتلاقي، نموذجا للعيش الواحد، نموذجا للمصالحة، وكل عام وأنتم بخير.